محاضرتنا لهذا اليوم هو البروسيس سينكرونايزيشن. بروسيس سينكرونايزيشن، المحاضرة يعني سابقة، المحاضرات السابقة يعني آخر شيء أخذناه كان الثريد، وقبله أخذنا البروسيس. زين، أخذنا قبله البروسيس، فهنا اليوم راح ناخذ البروسيس سينكرونايزيشن اللي معناها هي مزامنة، المزامنة اللي موجودة بالبروسيس. طبعا حتى نعرف شنو هاي البروسيس سينكرونايزيشن وليش نحتاج البروسيس سينكرونايزيشن، البروسيس سينكرونايزيشن حتى نتعرف على البروسيس سينكرونايزيشن راح نسوي باك جراوند او فد ريفيو قديم على اللي مر علينا. مر علينا سابقا الانتر بروسيس كوميونيكيشن، انتر بروسيس كوميونيكيشن، ومرت علينا سابقا الكونسيومر والبروديوسر بروبلم. مين يقدر يذكر لي شنو الانتر بروسيس كوميونيكيشن؟ شنو احنا مر علينا الانتر بروسيس كوميونيكيشن؟ مين يقدر يقول لي شنو الانتر بروسيس كوميونيكيشن وشنو الكونسيومر بروديوسر بروبلم؟ بروسيس كوميونيكيشن هذا اخذناه، وعندنا كونسيومر. نعم ممتاز. الميديا بين من؟ بين من؟ ممتاز. الميديا اللي بين الانتر بروسيس كوميونيكيشن هي الميديا، الطريقه من اسمها كوميونيكيشن، يعني عمليه الاتصال بين بروسيس مع بروسيس اخرى، وهذا احنا شرحناه اللي هو بتوين تو بروسيسز. فعندنا انتر بروسيس كوميونيكيشن حتى نعرف الاتصال، هذا ايضا مرينا عليه. ومن امور من اشكاليات اللي صارت عندنا بمساله الانتر بروسيس كوميونيكيشن، يعني الاشكاليات اللي صارت عندنا ويا الانتر بروسيس كوميونيكيشن، اللي من ضمنها كان عندنا الكونسيومر والبروديوسر، كونسيومر والبروديوسر. حتى ما ننسى هذا اللي ذا تذكرون هذا الشكل، هذا الشكل اللي اخذناه، هذا تذكروه، هذا الشكل اللي اخذناه، شكل انه هذا المنتج والمستهلك، المنتج والمستهلك، باعتبار اذا صار عملية ارسال من المنتج الى المستهلك خنشوف راح يصير انه هذا يلحق على انه يستهلك البيانات اللي عنده، وشان بيناتهم فالشيء اللي سميناه الكيو، او سميناه بعد اكثر شنو سميناه البفر، سميناه البفر. اوكي يا شباب، ذكرناه ذني لو لا؟ اللي تعرفنا عليه قلنا كونسيومر بروديوسر، اكو بيناتهم بعض الاشكالات، وتعرفنا على الالجوريثم. هذا اول الجوريثم عندنا، اول الجوريثم هو الجوريثم مال بروديوسر. اوكي، الجوريثم للبروديوسر. زين، عندنا هاي الالجوريثم حتى نذكره للبروديوسر. لو تلاحظ هنا الوايل، لاحظ هنا الوايل بين قوسين ترو، شنو معناته هذه؟ شنو معنى الوايل ترو؟ هاي ترو شنو معناتها؟ احنا شارحيها مسبقا. هاي يا وليد من يذكرها؟ شنو الوايل بين قوسين ترو؟ نعم، هذا الانفينيت لوب. ممتاز، الانفينيت لوب. اوكي، هذا هو الانفينيت لوب. اوكي ممتاز، خراجع هذا انا وياكم البروديوسر، خراجع سويه. لاحظ هنا، انتبهوا عليه شويه، انه عندنا كان عندنا بفر، بفر اذا تذكرون بين تو بروسيس عندنا شنو؟ عندنا بفر. خراجع شويه، ناخذ هذا المثال. لاحظ هنا اذا انا عندي، قاعد تشوفون الصوره مو شي؟ اوكي، هذا بروديوسر. هذا البروديوسر اللي هو اللي بالبي بي البروديوسر، وهذا شنو؟ هذا الكونسيومر. هذا سميناه، هذا سميناه. اوكي، شنو سميناه هذا؟
هذا البفر. اوكي، اوكي، هذا البفر، فيرسل البروديوسر الى البفر حتى يستهلك الكونسيومر. وضحت؟ واضحه هذه يا شباب؟ فهذا اللي مر علينا سابقا، هذا احنا اتخذناه، واخذنا ايضا الالجوريثم مالته. هذا راح نعيده حتى يصير عندنا واضح، راح نعيد الالجوريثم مالته. لاحظ هنا قلنا هذا انفينيت لوب يعيد نفسه. لاحظ اول شيء وايل كاونتر ايكوال بفر سايز، يعني شنو معنى كاونتر ايكوال بفر سايز؟ يعني اذا نرجع لهذا الشكل، خلينا نقول البفر سايز قد يساوي، اوكي، قد يساوي مثلا، يساوي لنا 10. اوكي، فالبروديوسر هذا الالجوريثم مالت من؟ هذا الالجوريثم للبروديوسر. فش يقول هذا؟ يقول وايل كاونتر ايكوال بفر سايز دو نثينج. شنو معناتها يا شباب؟ شنو معناتها؟ مين يقدر يقول لي؟ سمعون شباب؟ نعم، دقيقة، هذا منو؟ دقيقة، خلي شوف هاي أول شو اسمه، دعاء عندنا، تفضلي دعاء. إذا شنو؟ إذا شنو؟ عيدي لنا جوابك. يطلع إذا الحد ما أكبر. مو أكبر، هنا السؤال جاي يقول إذا لا، مو بهالشكل. إذا ساوى الحجم، شنو معناته عندنا؟ إذا ساوى الحجم معناه إذا البفر سايز هذا ويا الكاونت اللي عندنا، يعني ويا هذا البفر سايز ويا الكاونتر، صار عندنا جاي يقول إذا ساوى دو نثينج، يعني شنو معناته؟ يعني إذا الكاونتر قد حجمه؟ إذا البفر سايز اعتبرناه 10، الكاونتر قد يكون حجمه هنا؟ ممتاز، 10 راح اي ممتاز، راح الكاونتر ايش راح يساوي؟ راح يساوي عد الكاونتر يساوي 10. هذا معناه شنو؟ معناه شنو؟ واذا ساوى 10؟ يعني البفر ايش بيه البفر؟ يعني البفر شنو؟ يا شباب؟ البفر معناه البفر مالتنا ايش بيه؟ هذا البفر كله راح يكون شنو؟ راح يكون مملي، راح يكون مملي هذا البفر. اوكي، فهذا البروديوسر هو اللي جاي يدز، يعني البروديوسر هو اللي جاي يدز المن جاي يدز للبفر. فاذا البروديوسر قاعد يدز للبفر ولقى مملي، شو يسوي هذا العداد الكاونت اللي عندي؟ شنو معناته هذا؟ شنو معناته؟ انه بعد كل شيء لسوي، ليش؟ لان البفر مالتي مملي. زين، لكن في حالة انه لا ما مملي، شو يسوي؟ لاحظ هنا البفر، يرجع البفر هذا، هاي البفر قلنا هو عبارة، اصلا شرحنا انه عبارة مصفوفة، راح يحط النكست بروديوسر، يعني ما انتج البروديوسر يبدي يخليه بالبفر بهذا الخزان، ويبدي الان يعرفه، وقلنا هاي النسبة يخليه حتى ما يتجاوز عدد ال ما يخليه يتجاوز العشرة او رقم البفر سايز، هذه البيرسنت احنا شارحيها سابقا، وبعدين يزود الكاونتر. هذا كان للبروديوسر، هذا الالجوريثم للبروديوسر. الثاني بالمقابل، البروديوسر يقابله شنو هو؟ يقابله الكونسيومر، لاحظ هنا هذا الكونسيومر بهالجهة، هذا الكونسيومر، المفروض شلون ياخذ؟ المفروض ياخذ منين؟ كونسيومر ياخذ من البفر، صح لو مو صح؟ كون ياخذ منين؟ ياخذ من البفر، ياخذ ال 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 الحجم مالتنا ذني منين ياخذين؟ ياخذ الباكيت منين؟ لازم ياخذهن من البفر، يعني يجي يكون لازم يلقى البفر بمجموعه من البيانات، شو يسوي؟ وين يحولهن؟ ياخذهن الكونسيومر. فلازم الكونسيومر شو يلقى بيه؟ يلقى بيه بيانات لو يلقى فارغ، شو تقولون؟
آه شباب، ممتاز. ممتاز ممتاز. معناه شنو؟ معناه لازم، أحسنت، يعناه لازم يلقى بيه بيانات، ما يصير يلقاه فارغ. ففي حالة أنه لقى بيه البيانات يقدر راح أنه حتى ياخذ من عدة. زين، فلازم شنو؟ يجي يلقى بيه البيانات. أوكي، يلقى بيه البيانات. فلذلك شو يسوي؟ إذا لقاه يساوي صفر، الكاونتر هذا العداد، إذا لقاه يساوي صفر يسوي دو ناثينج، يعني شنو؟ يعني البفر فارغ ما بيه شيء. زين؟ وإذا لا ما ساوى صفر هذا الكاونتر، يعني بيه رقم، فشو يسوي؟ النيست كونسول يخلي بيه البفر أوت، راح يجي يبدي يملي، وأيضا هنا يستمر. هذا احنا شارحيه سابقا الألجوريثم، بس سويناه كمراجعة حتى تفهمون أصلا قبل ما ندخل ببروسس سكرونايزيشن. واضحة البروسس سكرونايزيشن. احنا المشكلة وين جاي تصير اصلا؟ السكرونايزيشن وين جاي تصير؟ تصير عندنا عدة مشاكل. عملية نقل البيانات من برودوسر الى كونسيومر والكوميونيكيشن، هاي تسوي لنا مشكلة، مرة ما يلحق عليها، مرة لا بالعكس يصير عملية سباق بيانات.